تنوين بلسان عربي. السادة المسافرون عبر الرحلة رقم 2014، البوابة رقم 11، سوف يتأخر الإقلاع لمدة 30 دقيقة. مرحبا، الأستاذة رضوى؟ نعم صحيح، أنا رضوى. أنا طالبة أدب عربي في جامعة القاهرة واسمي حنين. هل لي بالجلوس إليك ريثما يحين موعد الإقلاع؟ فعلى ما يبدو أن الطائرة ستتأخر نصف ساعة. مرحبا بك يا حنين. للأسف فإن كل شيء يتأخر في وطننا العربي، وقد اعتدت أمر الانتظار هذا. تعالي تفضلي بالجلوس. لا أعتقد أني بإمكاني التعبير عن سعادتي بهذه المصادفة، فقد بدا لي هذا اليوم في بدايته كغيره من الأيام، غير أني اخترت روايتك التنطورية لكي تكون رفيقة سفري إلى بلدي تونس. ولم يخطر ببالي أنك ستكونين مفاجأة هذه الرحلة. أعذري حماستي يا أنسة رضوى، لكن لو تعلمين لقد قرأت لك معظم كتبك، وأعترف بأنني أسيرة أسلوبك. لا بأس عليك يا حنين، لطالما استمتعت بلقاء من تعجبهم كتاباتي، فلكل واحد منهم آلية فهم تختلف عن الآخر، تجعلني أتعجب أحياناً من الزاوية التي رأى منها ما كتبت. إذن أخبريني عن أهم تساؤلاتك حول ما قرأتيه. لدي استفسارات بالفعل كثيرة. أذكر أنك سافرت إلى أمريكا من أجل الدراسة، أود أن أسألك عن مشاعرك عندما تركت الأهل والوطن. صحيح، بلى يا حنين، غادرت القاهرة فجر 30 من أغسطس عام 1973. قبلت المودعين ودخلت إلى المنطقة الجمركية حاملة حقيبة زرقاء كبيرة بها ملابسي وبعض الكتب، وحقيبة يد صغيرة أودعتها جواز سفر المصري الأخضر وبطاقة الطائرة ومحفظة جلدية بها نقود وبضع صور عائلية. صورة صغيرة رسمها صلاح جاهين وصارت أغنية نردد فيها مع كرسي الأطفال المصاحب للمغني: صورة صورة صورة، كلنا كده عاوزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. ولما كان السؤال قائما ساعتها كما الآن، إن كان من الممكن أن نجلس في هذا الجيل أمام الزمان لكي يلتقط لنا صورة تحت الراية المنصورة، فلقد أبقيت هذه الصورة المغناة جميلة ومصقولة، تلك الأخرى التي استلمناها عقب حرب الأيام الستة، محروقة كأنها تعكس ما أصابنا من تفحم في الحريق. ومع الصورتين احتفظت بصورة ثالثة عائلية أيضاً يتصدرها أبي حاضراً وعنيداً، موزعاً بين رغبته في أن يطلقني في الأرض امتداداً لفورة حياة من صلبه، ومخاوف مسلم ريفي الجذور يريد للبنت الستر، وأمي في الخلفية وأخواتي مقبلات. أعادت لي موظفة الجواز بطاقة السفر، فلوحت للمودعين مرة أخيرة واتجهت إلى قاعة المسافرين، حيث جلست على مقعد جلدي أسود كبير في انتظار الإعلان عن موعد الإقلاع. وكنت أتساءل كثيراً يا حنين، هل أنصفت في قراري بالسفر؟ ربطنا أحزمتنا، وعلى البعد بدت القاهرة، بدت لي كمدينة مستحيلة من عناقيد ضوء مستوحد وسط بحر الظلام الصحراوي. وأنا صرت اثنتين، واحدة مقيدة إلى مقعد طائرة في سماء المدينة، وأخرى على أرضها مثبتة فيها كجذع شجرة أو كحجر في جدار، وعيناي ناظرتان عبر زجاج النافذة الصغيرة تحدقان عبر الظلام والضوء بحثاً عن النيل الذي لا تراه وتعرف أنه هناك. رغم أنني عشت غربة التعلم التي ترينني فيها اليوم أستاذة رضوى، إلا أنها وبلا شك تختلف عما عشته في أمريكا، فقد اغتربت عن أهلي وناسي، ولكن الروح العربية التي أجدها هنا في مصر لا زالت تشعرني بالانتماء.
أما ما مررت به من غربة الأهل والتاريخ والثقافة في أمريكا فلا شك أنها أشد وأقسى. كيف استطعت التأقلم مع هذا البلد البعيد بنمطه الجديد كلياً وحياته السريعة؟ آخ يا حنين، أكثر ما كان يشعرني بالخوف تلك اللافتات المعلقة في كل مكان، لافتات موجهة من الشرطة إلى الفتيات، كتب عليها إذا وقع اعتداء عليك اتصلي تليفونياً بأحد الأرقام التالية، وتبعاً للأرقام الرسمية المعلنة هناك حادث اعتداء جنسي يتم كل 11 دقيقة في الولايات المتحدة. أذكر أنه في إحدى المحاضرات جلست في قسم اللغة الإنجليزية مع أستاذ النقد النظري وإحدى الزميلات بانتظار باقي المجموعة للذهاب إلى بيت الأستاذ للمحاضرة. كانت جريدة الجامعة قد نشرت الخبر وقالت إن عدد الطلاب قرب 400، وصدرت في الصفحة الأولى صورة لعدة فتيات عاريات أثناء ركضهن في الموكب. قال البروفيسور وهو يبتسم بهدوء: صرعة جديدة. وقلت لنفسي: وما الذي يحرك هذه الصرعات الجديدة؟ كان الجواب واضحاً في عدد اليوم التالي من الديلي كولجيان، حين سئل أحد المسؤولين في شرطة أمهرست والتي تدخل الجامعة ضمن اختصاصها، فقال: لماذا نقلق؟ إن الطلاب يستمتعون بوقتهم وهذا أمر صحي، المؤكد أنه أفضل من ذلك الهوس السياسي الذي استولى عليهم في الستينيات. كانت الشرطة يا حنين تريد للطلاب الاستمتاع بوقتهم هكذا جماعياً لأن هذا يفيد، أما خروج فرد عن المألوف فلم يكن مطلوباً في شيء. ولذلك فقد قبضت الشرطة بعدها بيومين فقط على طالب عن له أن يركض في وضح النهار عارياً بالجامعة، قبضت عليه وأنذرته بالعقاب ثم أفرجت عنه. يا لهذه الحضارة التي تروج لنفسها على أنها بلد التحديث والأمان والحرية. أستاذة رضوى، حسب ما قرأت عند نكسة 67 التي دارت بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية كنت هناك، كيف تفاعلت مع أصداء الحرب كطلبة جامعيين عرب؟ وكيف كانت ردة فعل زملائكم من الأمريكيين؟ بصراحة كان عددنا قليلاً يا حنين، لذا قررنا تشكيل لجنة لا تقتصر علينا فقط بل يسهم فيها كل من يرغب من طلاب الجامعة. وحين تشكلت اللجنة كان بها طلاب أمريكيون من الشبيبة الشيوعية وتروتسكية وطلبة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبهذا اكتسبت لجنة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعربي كما أسميناها مكانتها بين نشاطات طلاب العالم الثالث داخل الحرم الجامعي. واجتمعت اللجنة للمرة الأولى في قاعة صغيرة من قاعات اتحاد الطلبة. جلس البعض منا على الأرض ووقف البعض الآخر، وجلس الباقون على الكراسي القليلة الموجودة. في ذلك الاجتماع لم يحضر سوى بيدرو من طلبة أمريكا اللاتينية، فتى فوار وطيب ويصر على أصله الفلسطيني، يقول: جدي من فلسطين، وما اسم جدك يا بيدرو؟ ها؟ فيحمر وجهه ويقول بالحماس السريع نفسه: ليس جدي مباشرة بل أبو جدي. وأما نحن الطلبة العرب فتناثرنا في القاعة نشارك في الحوار ونعمل على الوصول إلى عدد من النقاط المشتركة نصوغها في بيان تأسيسي ننشره في جريدة ديلي كولجيان الجريدة اليومية للجامعة. كنا 7 مصريين، 3 وسوريين وفلسطينيا ولبنانية على ما أذكر. وكان واضحا أن البعض منا غير متصالح مع هذا التكوين للجنة، حتى أن أحدهم قال بنبرة شبه غاضبة قبل مغادرته القاعة: علينا أن نقرر إن كانت هذه لجنة عربية أم لكل من هب ودب من الشيوعيين والسود. كان من الواضح أن زميلنا خائف من وجوده هكذا فجأة وسط أناس يرفضهم طبقيا وعنصريا ويخشاهم سياسيا، ومع ذلك بقيت له عين في الجنة وعين في النار، يريد فعاليتهم وقدرتهم على المساندة ويتمنى في الوقت نفسه لو أنهم غير موجودين. والأرجح أن آخرين معنا كانوا يشعرون تماماً بما يشعر به وإن لم يفصحوا عنه مثله. أوضحنا موقفنا في بياننا
وفي عدة رسائل إلى المحرر، مركزين على أن عداءنا لإسرائيل ليس رفضاً لليهود أو عداءً للسامية، بل هو رفض للصهيونية ولدولة استعمار استيطاني ترتبط مصالحها بمصالح الإمبريالية. وبدأنا نتناوب العمل في الوقوف أمام مائدة المطبوعات بمركز الحرم، ولم تكن مهمتنا هي فقط توزيع النشرات وبيع الكتب، بل كانت أساساً توضيح الاستفسارات حول القضية ومناقشة من يريد الدخول في حوار حول هذا الموضوع. وكثيراً ما كان يقترب شاب أو فتاة ويبدأ الحديث بالعبارة التالية: أنا يهودي، أنا يهودية، باستفزاز، بحب استطلاع أو بتوجس. نعم، كنا ننتظر ما بعد ذلك يا حنين. في أول الأمر كان العديد منهم يعتقدون أن ردنا دليل خبث أو حنكة سياسية أو على الأقل لباقة، ولكنهم تدريجياً بدأوا فعلاً يصدقون ما كنا نقوله عن عدم عدائنا لليهود كيهود، ومن تأكيدنا عن الفرق بين اليهودية كدين والصهيونية كعقيدة سياسية. هذا ما كان من أمر الطلاب اليهود العاديين، أما الصهاينة فكانوا شديدي العدوانية تجاهنا، وكان أكثرهم عدوانية شباب رابطة الدفاع اليهودي، يسيرون داخل الحرم الجامعي بالطواقي على رؤوسهم وعلم إسرائيل على شكل قطعة قماش مستطيلة ملفوفة على ذراعهم، وكلما رأوا أحداً منا وقفوا يحدقون فيه باستفزاز إرهابي صارخ. لم يجرؤوا على ضرب أحد منا صحيح، خشية على أنفسهم ومستقبلهم الدراسي بالطبع، ومع ذلك فلم يعدموا وسيلة لإشعارنا بأنهم هناك على استعداد للفتك بنا في أي لحظة. هكذا تماماً وقف أحدهم في مواجهة كل المتحدثين بإحدى ندواتنا على مدى ساعتين تقريباً، يحدق في المتحدث ويحرك جذعه يمنة ويسرى، وهكذا أيضاً كانوا يقفون بالساعات أمام مائدتنا لا ينطقون بحرف، فقط يحدقون فينا لإرهابنا، فنزيد حنقهم علينا بتجاهلهم ونواصل عملنا. الحقيقة أستاذة رضوى، لطالما آمنت في قرارتي نفسي بأن العمل من أجل التحرر من قيود الاحتلال والاستعمار هو عمل جماعي لا يقتصر على من يعيشون في عين العاصفة، بل هو تحرك يمكن أن يصبغ أي عمل مؤسساتي أو تطوعي أو أي عمل آخر ولو كان على صعيد الفرد، وهذا الذي فعلتم من محاولات للتوعية إنما ينزل في خانة المقاومة. ولكن لا أدري إن كان الفضاء العام في بلادنا العربية يسمح بممارسة أي شكل من أشكال المقاومة السلمية دونا عن غيرها، ففي الوقت الذي يبدأ المواطن استراق النظر فيه إلى شركاء المصير يتهم بتهديد أمن الدولة. لقد خطرت في بالي شخصية كانت تؤدي هذا الدور بعد أن عدت إلى مصر وأصبحت محاضرة في جامعة عين شمس. ففي نهاية السبعينيات وإلى منتصف الثمانينيات استوقفني طالب يتردد في غير انتظام على محاضراتي. كان الشاب مختلفاً في هيئته عن معظم زملائه، فغالبية طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة الذين أدرسهم في مطلع العشرينيات أو دونها، لكنه كان ثلاثينياً أو ربما أكبر، نحيلاً صغير الحجم شديد السمرة وشعره أملس كأن أجداده أتوا من شبه القارة الهندية. يرتدي بدلة وربطة عنق، يعاني من مشاكل في التنفس فيحمل معه بخاخة صغيرة يستخدمها بين حين وآخر. لم يكن منتظماً في الحضور، فلما سألته قال إنه مؤهلات عليا، أي أنه حاصل على شهادة جامعية سابقة على التحاقه بكليتنا، ومنتسب، أي لا يتعين عليه الانتظام في حضور الدروس. كان يظهر في فترات الأحداث السياسية المهمة يا حنين، حين ينشط الطلاب في التعبير عن أنفسهم. رجحت أنه من موظفي الأمن وكتاب التقارير، قلت ذلك في نفسي، ثم راجعتها لأن بعض ظني إثم. يمضي عام أو عامان وأحياناً ثلاثة لا يظهر فيها، ثم أجده جالساً في مقعد من مقاعد الصف الأول ببخاخته وقلمه وأوراقه، يدون بحرص ما أقوله
أيام زيارة السادات للكنيسة الإسرائيلية في القدس المحتلة، أيام المظاهرات المنددة بالغارة الإسرائيلية على حمام الشط في تونس، أيام اشتعلت الجامعات احتجاجاً على مقتل سليمان خاطر، وغيرها وغيرها مما لا يحضرني الآن. ينتظم في الحضور، والله أشفق عليه. فأي حياة تلك التي تجعل من صاحبها يمتهن الوشاية، يمتهن الوشاية وكتابة التقارير؟ كان معتل الصحة، يبدو هشاً ورثاً وفقيراً، ثم اختفى هذا الطالب. قلت ربما أنهوا خدماته، أو كان ظني بلا أساس، ربما. في مطلع التسعينيات، وكنت وقتها رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بأداب عين شمس، اتصلت بي صديقة وقالت إن شخصاً كان زميلاً لها في الستينيات في كلية زراعة جامعة القاهرة حدثها تليفونياً وقال إنه يعرف أنها صديقتي، وإنه كان يدرس في قسم اللغة الإنجليزية ثم طرد من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب. قال إنه كان مريضاً والآن وقد شفي يريد أن يعاد تسجيله في الجامعة، طلب منها المساعدة على تسهيل ذلك. سألتها عن اسمه، فلما أخبرتني شهقت. الشاب الأسمر النحيل ذو الشعر الأملس؟ نعم، كان زميلك في كلية الزراعة؟ نعم، في الستينيات؟ نعم، كان يلازمني كظلي، شكله غلبان. قدرت أنه يشعر بالوحشة ويستأنس بوجودي. ضحكت، وربما كان مغرماً، ضحكت، أو ربما كان مكلفاً بمتابعتك في الكلية. ألم تقولي أنه كان زميلك في منتصف الستينيات، أي بعد خروجك مباشرة من المعتقل؟ لم تضحك. أنهينا المكالمة على وعد بلقاء قريب نتحدث فيه بتفصيل أكبر في الموضوع. بعد سنوات، في نهاية التسعينيات على ما أذكر، وجدت الشاب، وجدته الشاب هندي الملامح، يقف في الممر المؤدي إلى قاعات الدرس في الطابق الرابع بالكلية. صافحني، قلت له هل ما زلت في الكلية؟ نعم. كيف تم تسجيلك بعد استنفادك مرات الرسوب؟ معي مؤهل آخر، فالتحقت بدبلوم الترجمة. قلت حظا سعيدا وانصرفت. كان واضحا أن الشاب يعمل في قسم الجامعة بمباحث أمن الدولة، والأرجح أنه كان عملة نادرة، إذ كان مطلوباً منه متابعة محاضرات تفرض طبيعة التخصص أن تكون باللغة الإنجليزية. تذكرت الموضوع يا حنين بتفاصيله وقصصه وأنا عائدة من الكلية ذلك الخميس الرابع من نوفمبر على ما أذكر، وتساءلت يا حنين إن كان الفارق بين كاتب التقارير البائس والبلطجي مفتول العضلات مجرد فارق في نوع الوظيفة، أم هو فارق بين زمنين أسلوبيين، القمع المستور والقمع المعلن. الأول يلدغك كالحية دون جلبة أو صوت، والثاني فاجر في عدوانيته، يطلق صيحاته في وجهك ويحرك ذراعيه على امتدادهما، يرهبك بنظراته وصوته العالي قبل أن يخرج السكين الذي يطعنك به. قلت ليس الكلام دقيقا، لأن التعذيب يا رضوى في المعتقلات كان قائما طوال الوقت، فاجرا في علانيته وإن كان مستورا بجدران السجون. نعم، أعتقد هذه هي أولى الإشارات التي كانت تنذر باقتراب الانفجار الكبير يا أستاذ رضوى. فقد كان جلياً أن الشعوب العربية لن تبقى في حالة الصمت والموات تلك، وكل ذلك تترجم في الربيع العربي الذي كان تونس شعلته ومهده. آه يا تونس، تونس يا حنين بنت مكانة في نفس كل عربي حر لا يمكن أن تنسى أو تضمحل. أنا لا أفهم الصدف، أتأملها وأفشل في فهمها، ولا أعني الصدفة كظاهرة، بل تصادف تواريخ أمرين دالين، أو تصادف حدوث أمر حزين مع آخر سعيد، أو العكس في اليوم نفسه من ذات السنة أو بعدها بسنوات، كأن أفقد والدي يوم عيد زواجي، وأن يتعرض صديقنا رسام الكاريكاتير ناجل علي للاغتيال في التاريخ نفسه، وأن يرحل أخي طارق في يوم عيد ميلاده 67. كل منها صدفة لا أفهمها يا حنين،
فعلاً لا أفهمها. وقد تصادف أن أكون في مسرح العمليات بين أيدي جراحين يعملان مشاريطهما ومعارفهما في رأسي، وتونس تشتعل بعد أن أحرق البعزيزي نفسه. لا علاقة بين الأمرين أعرف، ولكنني أربط بينهما بسبب التاريخ، ولأن كل من الحدثين يخصني بشكل مباشر ويؤثر ربما في فعل الحياة وفي شكل استمرارها. ثم تصادف أنني كنت وأهل تونس يخرجون إلى الشوارع ويهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، تصادف أني كنت في بلد بعيد يصعب أن تجد فيه قناة إخبارية واحدة تواكب تفاصيل ما يحدث في بلادك. أكرر على نفسي، آخ لو لم آتي إلى واشنطن في أول ديسمبر، لو لم يحدد الطبيب يوم 17 من ديسمبر موعداً للجراحة، لكنت في بيتي في القاهرة أتابع تفاصيل الخبر لحظة بلحظة، أتنقل بين عشرات القنوات العربية وغير العربية حتى، أتحدث مع أصحابي بشأن ما يجري في تونس، وألمس لمس اليدين أمراً ما يتشكل ساعة بساعة في شوارع القاهرة. ولكنها الصدفة، الصدفة التي لا أفهمها ستتحكم في قدر متابعتي لثورة تونس. لم أرى صورة البوعزيزي وهو يشعل النار في نفسه إلا بعد أسابيع في تسجيل منشور على اليوتيوب، وعبر اليوتيوب أيضاً شاهدت الكهل الذي يقول: هذه فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هنا يا حنين. يتوقف الرجل برهة عن الكلام وتمتد يده تلمس شعره، تتحرك من مؤخرة الرأس إلى مقدمتها. لأننا هرمنا، لأننا هرمنا، يشدد على مخارج الألفاظ والمد في نهاية العبارة، كأنما يمنحه هذا التجديد فرصة لمغالبة الغصة في حلقه، أو دمعا محبوسا، أو رعشة تتفلت من وجهه وصوته، يلتقط النفس، تتحرك يده مرة ثانية على شعره الأبيض ويكرر: هرمنا، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. نرجو من السادة المسافرين عبر الرحلة رقم 2014 البوابة رقم 11، نرجو منكم التوجه إلى الطائرة. ياه، إن أسوأ ما في اللحظات الجميلة التي نمر بها هي أنها تنتهي عند نقطة ما، وعلى ما يبدو أن الرحلة ستقطع علينا حديثنا يا أستاذة رضوى. لا بأس، فقد بلغت منها ما أريد وقد جمعتني بك، والحمد لله على قدره. قبل أن نفترق، أود لو تخبريني بشيء تودين أن لا أنساه أبداً يا أستاذة رضوى. أذكر أنني يا حنين، وفي يوم من الأيام الماطرة غير المعتادة في القاهرة، كنت في طريقي إلى الجامعة لإعطاء محاضرة الصباحية، ولأن السلطات لا تعرف الاحتياط المسبق للشيء طبعاً، فوجئنا بنفق العباسية المؤدي إلى الجامعة غارقاً في الماء بما لا يسمح بمرور سيارات ولا بشر. وقفت بسيارتي أتساءل: كيف أصل إلى الجامعة؟ هل أعود إلى البيت؟ وماذا لو تكلف بعض الطلاب الوصول إلى قاعة الدرس بعد مشقة فلا يجدون أستاذة ولا محاضرة؟ تساءلت كثيراً في ذلك الوقت، كنت فعلاً على وشك رضوخي لفكرة أنه لا مفر من فكرة العودة إلى البيت، حين رأيت مشهد شباب وكهول، رجال ونساء وصبية وبنات يتسلقون جداراً مائلاً قليلاً ليكون طريقاً موازياً يقصدون من خلاله تجاوز النفق قاصدين الجامعة أو ما بعدها. كنت دون 40، تسلقت مثلهم يا حنين، تخيلي، ومثلهم وجدت من يشدني من أعلى ومن يدفع بي من الخلف ليسير على الصعود. دخلت الكلية وأنا أقول لنفسي: وإن لم يأتي إلا 3 طلاب سأعطي الدرس، فهم يستحقونه على ما بذلوه من جهد للوصول. دخلت القاعة يا حنين ولم أصدق ما رأيت. كان الطلاب يملؤونها، مستقرين على مقاعدهم ينتظرون المحاضرة.
أستحضر المشهد الآن حين يراودني اليأس. أقول لنفسي لا يصح ولا يجوز، لأنني من حزب النمل، من حزب قشة الغريق، أتشبث بها ولا أفلتها أبداً من يدي، من حزب الشطرة اللي بتغزل برجل حمارة، من حزب أي حاجة. لماذا لا أقول أننا ليس أسرتي الصغيرة فحسب، بل كامل أسرتنا، تلك العائلة الممتدة من الشغيلة والثوار والحالمين الذين يناطحون زمانهم، لماذا لا نكون من حزب العناد؟ نمقت الهزيمة ولا نقبل بها، فإن قضت علينا نموت كالشجر واقفين، ننجز أمرين كلاهما جميل، شرف المحاولة وخبرات ثمينة وتركة نخلفها بحرص إلى القادمين، لماذا لا؟ أستدرك أخيراً يا حنين لأنهي هذه الصدفة الجميلة بك بالقول، هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمة، ما دمنا قررنا أننا لن نموت قبل أن نحاول أن نحيا يا حنين. اقتبس الحديث الوارد على لسان الشخصية في هذه الحلقة بشكل حرفي، فيما تمت إضافة الأسئلة لتتماشى مع سير الحوار الدرامي.